أهلاً وسهلاً يا أحباء. إني أرحب بهذه الحلقة احتفلت بمناسبة يوم الأطفال. السؤال الأول: ماذا كان يوجد في جيب نهرو؟ أيلان، ماذا كان يوجد في جيب نهرو؟ الجواب: وردة. السؤال الثاني: في أي يوم ولد جواهرلال نهرو؟ أيلان، في أي يوم ولد جواهرلال نهرو؟ جواب: نوفمبر 14. السؤال الثالث: ماذا يلبس على رأسه؟ أيلان، ماذا يلبس على رأسه؟ الجواب: قلنسوة. السؤال الرابع: في أي مكان لقي جواهرلال نهرو مهاتما غاندي أولا؟ السؤال الخامس: أول رئيس الوزراء الهند من هو؟ الجواب: جواهرلال نهرو. السؤال السادس: في أي سنة توفي جواهرلال نهرو؟ الجواب: 1964، مايو 27. السؤال السابع: من يعرف بتشاتشاجي؟ الجواب: جواهرلال نهرو. السؤال الثامن: من هذه؟ أيلان، من هذه؟ الجواب: إندرا غاندي. السؤال التاسع: ما الكتاب كتبه جواهرلال نهرو عن غاندي؟ جواب: مهاتما غاندي. السؤال العاشر: كم سنة كان نهرو رئيس الوزراء الهند؟ الجواب: 17 سنوات. ശിശുദിന വുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യോത്തരങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കേട്ടത്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ.